السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه. كنا متعودين كده مع بعض في برنامج الزتونه كل مره بناخد تلخيص كتب، ولكن كده اتفقنا ان احنا في رمضان هناخد حاجه اسمها فزوره في زتونه، هندرس فيها شخصيات واماكن تاريخيه، وفي اخر كل حلقه يكون في سؤال. اول حلقه حبيت اقدمها لكم من جنب مدفع رمضان. من واحنا صغيرين كنا دايما بنسمع كلمه مدفع الافطار اضرب، بس يا ترى ايه بقى اصل فكره مدفع الافطار ده؟ في قصتين بيتكلموا على نشأة مدفع رمضان. أول قصة فيهم بتتكلم على السلطان المملوكي خشقدم. السلطان خشقدم كان لسه جايب صفقة أسلحة من المانيا وبيجربها كده في وقت الفطار، فبالصدفة مدفع ضرب في وقت أذان المغرب. الناس افتكرت إن السلطان خشقدم كده بيفكرهم بوقت الفطار فانبسطوا جدا. لما اكتشف السلطان خشقدم دوت ابتدى كده يثبت كمان مدفع للسحور ومدفع للإمساك. تاني قصة بتتكلم عن مدفع رمضان هي في عصر الخديوي إسماعيل. بيقولك تحكي عن جندي كان بينظف المدفع بتاعه وبالصدفة وقت الإفطار طلعت منه قذيفة بالغلط. فالناس انبسطت جدا من الفعل ده لأن هي افتكرت إن السلطان بيفكرهم بميعاد الفطار. ساعتها الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل أصدرت فرمان بيقول كده إن المدفع دوت يكون مخصوص إن هو يفكر الناس بالفطار. وتيمنا بالأميرة فاطمة المدفع ده متسمي لغاية دلوقتي بالحاجة فاطمة. فترة السبعينات حصل كده إهمال لمدفع رمضان، ولكن كده جه اللواء أحمد رشدي اللي هو كان وزير الداخلية في وقتها وقرر كده إن هو يعيد إحياء ذكرى مدفع رمضان. في 5 مدافع رمضان موجودين في القاهرة، 2 موجودين في القلعة، 1 موجود في حلوان، 1 موجود في مصر الجديدة، 1 موجود في سرايا العباسية. ودلوقتي وقت فزورة في زيتونة. سؤالنا النهاردة بيقول إمتى اتبنت قلعة صلاح الدين وخدت وقت قد إيه في بنائها وكم عدد المزارات الموجودة جوه القلعة؟ مستني إجاباتكم في الكومنتس أو في الكارد فوق هنا. تنساش برضو تعمل لايك وسبسكرايب، مش بس عشان تتابع فزورة في زيتونة، لا كمان عشان تتابع كل أسبوع تلخيص كتاب جديد في أقل من 10 دقايق. وما تنساش لو أنت ما شفتش الكتب اللي اتلخصت قبل كده ترجع تبص عليها. كان معاكم مايكل راشد، برنامج فزورة في زيتونة.